ابنائه طبعا من مدربين ولاعبين. يبدا مره ثانيه اللاعب يوسف جمال التمريره لكن مقطوعه. مره ثانيه هيرجع يوسف وياخد منها رمي التماس النادي الاهلي. سيطره من النادي الاهلي. يلعب مره ثانيه معتز. يرجع مره ثانيه معتز القدم اليسرى يلعب بعرض الملعب لمارادونا. يلا يا دونا. تمريره لمحمد رأفت. لم يا ولد. عداها من فوق علي الدين خالد. اتلعبت طويله في اتجاه اللاعب يوسف عفيفي. النهارده مديله المهام الهجوميه في الشق الهجومي. والله احمد سمير يضغط مره ثانيه. مقطوعه احمد زكي. اتضغط عليه من طارق فوزي. 1-1 النادي الاهلي لا شيء وادي دجله. وادي اللاعب محمد زكي يلعب رميه التماس. يرجع لمحمد زين. يضغط مره ثانيه طارق. حضر ويبدا مره ثانيه فريق وادي دجله بعرض الملعب في الجانب الايسر عند اللاعب احمد خالد. يرجع مره ثانيه. اتلعبت عند اللاعب رقم 14 زين محمد وياخد ركله حره. صافرة حكم اللقاء احتساب ركله حره لفريق وادي دجله وبروح رياضيه بيطمن عليه طارق فوزي ومارادونا. لاعب زين محمد. ادي التدخل مع زين. تدخل بقوه من مارادونا لكن ان شاء الله الف سلامه لزين. كل اللي يهمنا في المقام الاول هو سلامه اللاعبين. حكم اللقاء اشار للاعبين بالخروج لالتقاط بعض المياه. تواجد مع فريق النادي الاهلي الكابتن محمود صالح مدير الفني ورئيس جهاز مدرسه الكره بقطاع الناشئين. جهاز مدرسه الكره والبراعم بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا اللي بيتولى رئاسه قطاع الناشئين الدكتور عمرو ابو المجد ونائب الكابتن خالد جضاله. منظومه عمل مستمره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما قلنا النادي الاهلي هيفضل دايما غني بابنائه وجيل بيسلم جيل. وزي ما قالها الراحل العظيم الكابتن صالح سليب لما قال للاعيب النادي الاهلي قال لهم النادي الاهلي مش محتاج بطولات، انتم اللي محتاجين تكسبوا بطولات معاه عشان يتكتب اسمكم في تاريخ النادي الاهلي. زي ما قلنا جيل بيسلم جيل ومنظومه عمل. طبعا كل التوفيق وكل الف سلامه للاعب زين. اعتقد زين مش هيقدر يكمل اللقاء. الف سلامه للاعب زين محمد لاعب فريق وادي دجله. هيلعب اللاعب احمد خالد الكباكا مره ثانيه مع احمد زكي. احمد زكي يرجع. زكي تحضير من فريق وادي دجله لكباكا لكن مضغوط عليه والضغط من اللاعب طارق فوزي. كباكا لعبت طويله الطوليه الاماميه لكن يامن مره ثانيه مارادونا ويسند في نص الملعب. يحيى هشام اتلعبت عند كريم. يضغط مره ثانيه. ادي معتز ليوسف جمال. عدى يوسف جمال. يوسف يلعبها طويله في العمق. عدت من طارق فوزي. يرجع ويبدا مره ثانيه فريق وادي دجله. مارادونا عدى دونا. يلا مارادونا عايز يعدي مارادونا لكن مقفول عليه. مره ثانيه كباكا. احمد خالد كباكا اتضغط عليه ودفعه في ظهر كباكا من محمد رأفت. احتساب الركله الحره لفريق وادي دجله. ادي اللاعب احمد خالد كباكا من فريق وادي دجله. اتلعبت مره ثانيه. يرجع للاعب محمد زين. تمريره تحضير مره ثانيه من فريق وادي دجله لكن عامل ضغط وبريس لاعب النادي الاهلي بعرض الملعب. سيف ايمن هيضغط في الجانب الايسر لوادي دجله. يلعبها وتتعلق سهله عند محمد سيد مختار. كان واحد من نجوم بطوله الصيد الدوليه الوديه خصوصا في ركلات الترجيح. كان بطل مباراه قبل النهائي ما بين الاهلي والاسماعيلي ثم المباراه النهائيه امام فريق انبي. يبدا يوسف جمال. جمال لسيف ايمن. سيف هيعدي. سيف المهاره عايز يطلع يوسف جمال مره ثانيه لكن اتضغط عليه. مرة تانية النادي الاهلي يبدأ معتز، كل هدوء يبدأ معتز مع مارادونا. عدى مارادونا بعرض الملعب ليوسف جمال. يوسف بيقود الجبهة اليمنى للنادي الاهلي مع سيف ايمن، محتاج يقرب وينزل سيف شوية علشان يستلم من يوسف. ادي التمرير من فريق وادي دجلة، لكن الضغط والبريس اللي بيعمله معتز. يبدأ مرة تانية فريق وادي دجلة. يحيى هشام اللاعب والله محمد احمد فتح الله صاحب القميص رقم 9. ادي يوسف جمال، الجديه والتركيز على ملامح لاعب النادي الاهلي. بعرض الملعب مارادونا، وسع لنفسه مارادونا. وادي احمد سمير المدير الفني للنادي الاهلي، نادي لاعب النادي الاهلي. وادي مارادونا، تمريره من مارادونا. وادي التحرك من رأفت، عدى رأفت تقد معاها قرار وتحرك من اللاعب والله سيف ايمن. قطع سيف ايمن بسرعته، ولكن عمل له اوبستراكشن اللاعب محمد زين والله عمر. ده عمر رقم 12، اللاعب عمر. وركله حره، ركله حره للنادي الاهلي، ركله حره اعتقد يوسف عفيفي اخصائي الضربات الثابته للنادي الاهلي اللاعب يوسف عفيفي. ركله حره للنادي الاهلي. ادي يوسف عفيفي، ملامح موهبه من مواهب النادي الاهلي اللاعب يوسف عفيفي. يوسف يلعب، يوسف ويصوب ويسدد يا ولد. مره ثانيه والكوره والحظ يعاند اللاعب يوسف عفيفي في ثاني تسديده، واجمل تسديدتين سددهم اللاعب يوسف عفيفي. المرتده السريعه لفريق وادي دجله، كباكا عايز يعدي. كباكا وسط ثلاثه، كباكا اتلعبت مره ثانيه، الضغط عليه، يضغط مارادونا. وصفرت حكم اللقاء احتساب ركله حره للنادي وادي دجله. هنشوف اعتقد اللاعب احمد خالد كباكا هو اللي على الكوره، هو اخصائي الضربات الثابته في فريق وادي دجله. ادي علي الدين خالد، لكن الضغط عليه، وادي لاعب يوسف عفيفي. مره العارضه ومره القائم، كورتين من يوسف عفيفي. وادي كباكا احمد خالد. هنشوف التسديده، وادي الحائط البشري من لاعب النادي الاهلي، 4 لاعبين واحمد خالد الكباكا. غزلان الوادي فريق وادي دجله. وادي كباكا يصوب ويسدد يا ولد. الله على الهدف، هدف التعادل لغزلان الوادي وادي دجله. هدف رائع من اللاعب كباكا. ولد يا كباكا، حط فيها القوه المناسبه وتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. قلت لحضراتكم مباراه بالطابع المصري، وادي هدف التعادل لفريق وادي دجله. واحد النادي الاهلي عن طريق محمد رأفت، وواحد فريق وادي دجله عن طريق اللاعب كباكا. يا ولد يا كباكا، حاطط فيها القوه وفي مكان صعبه جدا على الحارس محمد سيد مختار. واحد الاهلي واحد وادي دجله. قاعد بيتابع اللقاء زي ما حضراتكم شايفين مهندس خالد مرتجي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، والمهندس والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الاهلي، تواجدين مع فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي في الامارات العربيه المتحده. كل الشكر وكل التحيه لدوله الامارات العربيه على تلك الاستضافه والترحاب اللي شافته بعثه النادي الاهلي في ارض الامارات العربيه المتحده. عايزين نوجه الشكر لاداره التسويق في النادي الاهلي قياده الاستاذ نادر خليل. مره ثانيه يبدا يوسف عفيفي الساحر بتاع النادي الاهلي. يوسف عايز يعدي، الضغط عليه، مقطوعه والمرتده السريعه، لكن معتز مأمن. معتز عدى، معتز موه، يلعب ليوسف جمال. يوسف يلعبها طويله، لكن يشتت مره ثانيه اللاعب عمر. مارادونا عايز يعدي مارادونا، الضغط عليه من فتح الله، وادي التصويبه من فتح الله. وهدف ثاني، هدف ثاني لفريق وادي دجله. وادي خطأ من اللاعب مارادونا، وهدف ثاني لفريق وادي دجله عن طريق صاحب الرقم، رقم 9 اللاعب محمد احمد فتح الله. 2 وادي دجله، 1 النادي الاهلي. كورتين اللي راح بيهم فريق وادي دجله على النادي الاهلي، احرز منهم هدفين. وادي هدف تاني لفريق وادي دجله. ادي مارادونا حب يموه ويعدي لكن اتقطعت. وادي فتح الله يصوب ويسدد، كان محتاج اضغط اقوى من كده بعد ما الكره اتقطعت يا مارادونا. والتصويبه اللاعب فتح الله وهدف تاني لوادي دجله. 2 وادي دجله 1 النادي الاهلي. شوط اللقاء الاول يضغط مره ثانيه سيف ايمن ورامي التماس لغزلان الوادي وادي دجله. شوف رميه التماس اتلعبت للاعب يحيى هشام. طارق فوزي، طارق عايز يوسع لنفسه لكن طولة الاستلامه سهله في ايد الحارس ابراهيم. يلعبها طويله الطوليه الاماميه عند فتح الله. معتز يلمس، معتز فتح الله مره ثانيه عايز يصوب ويسدد، قفل عليه لاعب النادي الاهلي. وادي مارادونا عايز يعدي، مارادونا عدى مارادونا التمريره لكن مقطوعه مره ثانيه. والمرتده السريعه يضغط مارادونا ويرجع لمعتز، معتز لخارج الملعب واقع لاعب النادي الاهلي اعتقد اللاعب يوسف جمال. كل السلامه بالفعل هو يوسف جمال، نزل له الجهاز الطبي للنادي الاهلي. كل السلامه ليوسف جمال، اشتراكه الكره المشتركه الاخيره. هنشوف ادي اللاعب احمد ايمن مارادونا، ولا يهمك يا مارادونا. وادي معتز، مواقف دايما بيتعرض ليها لاعب الكره لكن ولا يهمك يا مارادونا، ما فيهاش اي حاجه لسه بدري. وادي اللاعب فتح الله توقع الخطا وصوب وسدد. فتح الله ادي فتح الله صوب وسدد في اقصى الزاويه اليمنى على يمين الحارس محمد سيد مختار، يضع هدف ثاني لوادي دجله. 2 وادي دجله. فكرش كتير في الهدف يا مارادونا، ركز في اللي قادم من اللقاء. وادي محمد سيد مختار ولا زال واقع اللاعب يوسف جمال. كل السلامة ليوسف جمال. وادي التدخل من يوسف مع فتح الله، تصويبة فتح الله لكن اشتراك. وكل السلامة للاعب يوسف جمال. مارادونا هيلعب رمية التماس، نرجعها بروح رياضية. والله رمية التماس لوادي دجلة، رجعها فتح الله بروح رياضية لاعب النادي الاهلي. يبدأ مرة ثانية سيف ايمن اللي نزل لمركز الظهير الايمن هنا لحد يوسف جمال ما ينزل مرة ثانية. معتز يبدأ مع مارادونا، نزل اللاعب يوسف جمال. مارادونا يلا يا مارادونا، احمد ايمن مارادونا يلعب، اظبط الباص، هياخد له دقيقة دقيقتين. احمد ايمن مارادونا عمال يفكر في الهدف، يعني هيقعد يفكر في الهدف والخطأ اللي عمله لكن دور احمد سمير ان هو يطلعه خلاص من احساس الذنب بالهدف. لازم يركز في اللقاء دايما اللاعب، بعد اي خطأ تلاقي اللاعب هياخد وقت يفكر، يفضل صورة الهدف عمالة تتكرر قدامه. ده دور الجهاز الفني ودور احمد سمير بيبو ان هو يفصله تماما عن الخطأ ويركز في اللقاء. محمد سيد مختار بيوقف الحائط البشري للنادي الاهلي. وادي اللاعب فتحي، احمد فتحي، والركله الحره لفريق وادي دجله. احمد فتحي يلعب ويصوب ولكن تصويبه لخارج الملعب، ركله المرمى للنادي الاهلي. ادي التصويبه بالقدم اليسرى خارج الملعب، ركله المرمى للنادي الاهلي. يبدا مره ثانيه النادي الاهلي. يوسف جمال يرجع لمعتز، معتز مع مارادونا. احمد سمير واقف في المنطقه الفنيه، تعليمات مستمره للاعب النادي الاهلي. يلا مارادونا يشيلها مارادونا في اتجاه طارق فوزي، عدى طارق، طارق عايز يعدي لكن اتضغط عليه. والتشتيت من فريق وادي دجله وصافره. تشوف حكم اللقاء يرجعها مره ثانيه، ركله حره، ركله حره لفريق وادي دجله. هيلعب احمد خالد، يلعبها طويله كباكا، يرد مره ثانيه معتز. يحيى هشام لم يحيى، عدى يحيى، عدى يحيى من واحد ومن الثاني التمريره. يضغط مارادونا لما مرة تانية واحدة والتانية ضغط عليه طارق فوزي. تمريرات من فريق وادي دجلة اتلعبت خارج الملعب معدية لركلة المرمى للنادي الأهلي. يبدأ ويلعب محمد سيد مختار. يلا يا مختار. يبدأ ويلعب لمعتز. معتز يسلم لمارادونا. احمد ايمن لرأفت. رأفت يبدأ مرة تانية. يوسف جمال ضم يوسف يلعبها لكن قافل تماما لاعبي فريق وادي دجلة امام منطقة مرماهم. اتلعبت طويلة مرة تانية. طويلة الطولية الامامية. وادي فتح الله يلعبها فتح الله لكن خارج الملعب. ركلة المرمى للنادي الاهلي. شكل خطورة على مرمى النادي الاهلي اللاعب محمد احمد فتح الله. يبدأ مرة تانية النادي الاهلي. يلا يا معتز. يسلم محمد رأفت هو اللي بينزل لنص الملعب علشان يعمل التسليم والتسلم. ادي رأفت التمريرة عند عفيفي. عفيفي يسند واحدة مع طارق. اشار حكم اللقاء باستئناف اللعب. يضغط مرة تانية لاعب النادي الاهلي. صافرة نهاية احداث شوط اللقاء الاول. مرة تانية اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي، نلتقي سويا واحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي ووادي دجلة في مباراة ربع النهائي لبطولة دبي الدولية الودية. شوط اول انتهى بتقدم فريق وادي دجلة على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. كان تقدم النادي الاهلي بهدف احرزه اللاعب محمد رأفت وقدر يتعادل اللاعب احمد خالد كباكا لفريق وادي دجلة، ثم تقدم اللاعب محمد احمد فتح الله بهدف ثاني لفريق وادي دجلة. مع بداية احداث الشوط الثاني عمل تبديل النادي الاهلي بنزول اللاعب يحيى وخروج اللاعب سيف ايمن احمد ايمن مارادونا. وركله حره للنادي الاهلي من الجانب الايمن هيلعبها بالقدم اليسرى. الكره اللي فيها سويرف لداخل المرمى. دفع احمد سمير براس حربه هو اللاعب يحيى وهو واحد من اللاعبين المميزين في ضربات الراس. قاعد بدلاء النادي الاهلي شايفين لاعب اقول لحضراتكم في اقرب فرصه. ادي مارادونا يلعب مارادونا ويعلق. اتلعبت عدت مره فاتت خارج الملعب لركله المرمى الفريق وادي دجله. لما قاعد بدلاء النادي الاهلي لاعب محمد ابو العمايم لاعب يوسف سيد عبد الحفيظ ايضا اللاعب محمد محمود. عناصر اللي تقدر تصنع الفارق مع النادي الاهلي. يبدا مره ثانيه والله سيف في ارض الملعب. اقول لحضراتكم اللاعب اللي خرج من النادي الاهلي ادي يحيى يلعبها عرضيه لكن فين يا يحيى؟ يضغط مره ثانيه فريق وادي دجله ونقل الهجمه عند اللاعب يحيى هشام من الجانب الايسر. يحيى لكن خارج الملعب. وادي معتز اعتقد يوسف جمال اللي خرج. بالفعل يوسف ما قدرش يكمل لقاء. وادي اللاعب يوسف عفيفي. عفيفي يصوب. عفيفي تصويبه من عفيفي لخارج الملعب. ركله المرمى. وادي اللاعب يوسف عفيفي واحد من اللعيبه اللي يدوا للاهلي الافضليه الهجوميه والحل الهجومي في الجانب الامامي في اللقاء. ركله المرمى تتلعب طويله. يلعب عمر يسند فتح الله. يرد مره ثانيه مارادونا. يوسف عفيفي بدا ينزل. يوسف عفيفي موه وعدى. يوسف واحد والثاني والثالث. عدت لطارق لكن خارج الملعب. ورمي التماس. رمي التماس للنادي الاهلي. ادي طارق فوزي. رمي التماس رايح يوسف عفيفي. هيبدا ينزل لنص الملعب يوسف عفيفي بعد نزول اللاعب يحيى. شار حكم ركله ركنيه للنادي الاهلي. ركنيه يا يوسف عفيفي. اظبط يا يوسف. استغلال ضربات الراس من يحيى. اتلعبت الكره العرضيه ودي ضربه الراس لكن خارج الملعب معديه. ادي سيف ايمن. وادي الصوره على مهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرة تانية الضغط من لاعب النادي الأهلي. اظبط يا يوسف. يوسف عفيفي مرة تانية عدت هوبا جول 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 جول. ولا الحكم أشار بإيه؟ حكم اللقاء جول. اشار حكم اللقاء بجول. لا ما احتسبش الهدف. حكم اللقاء ما احتسبش الهدف. احتسب تسلل على النادي الاهلي. احتسب تسلل لان اشترك، هو لاعب وادي دجله اللي وضعها في نفسه، ولكن لاعب النادي الاهلي اشترك في الكوره، لاعب محمد رأفت. يبدا ويلعب مره ثانيه. اتلعبت عدت مرت. المشكله انا عايز اوضح لحضراتكم نقطه في غايه الاهميه، ان لعيب النادي الاهلي البطوله اللي بتقام هنا في مصر، بطوله او مهرجانات بطوله منطقه القاهره، اللعيبه بتلعب 8 وحارس مرمى، واللعيبه بتلعب من غير اللعب على الاوفسايد. يعني اللعيبه البطوله اللي بتقام هنا في مصر بتقام من غير، اللعيبه بتلعب من غير تسلل، يعني مفيش مصيده التسلل او مفيش اوفسايد. لكن في البطوله اللي احنا بنلعبها اللعيبه بتلعب على مصيده التسلل، وده امر في غايه الصعوبه للاعبين، ان اللعب لحد دلوقتي لم يطبق نظام التسلل على مراحل الناشئين، يعني بدءا بيبدا تطبق من اول سن 2004. يعني اخر مرحله لعدم احتساب التسلل هي مرحله 2005، يعني من اول 2005 مرورا ب 2006 2007 2008 مفيش لعب على مصيده التسلل، وبالتالي اللعيبه بتلعب براحتها في ارض الملعب. ده الامر اللي ممكن يكون عامل مشكله للاعب النادي الاهلي. وادي مره ثانيه عدت، ولكن التصويبه في ايد حارس المرمى ابراهيم محمد. يعني النقطه اللي انا بكلم حضراتكم فيها نقطه في غايه الاهميه. لعيب النادي الاهلي نظام البطوله بتلعب 8 وحارس مرمى، هنا بتلعب 7 وحارس مرمى، بتلعب على مصيده التسلل في البطوله. انت بتلعب المسابقه عندك هنا مسابقه منطقه القاهره بتلعب من غير مصيده التسلل. كباكا يبدا مره ثانيه لفتح الله. فتح الله محتاج شغل صعب جدا، يعني ايا كان المدير الفني، يعني محتاج امر. انت هتتكلم مع لعيب ما بين يوم، ازاي يعني ما بين يوم وليله تتكلم مع اللاعب ازاي يقف في مصيده التسلل وازاي يضرب مصيده التسلل؟ محتاج امر في غايه الصعوبه على الاجهزه الفنيه. ادي محمد محمود، الورقه البديله اللي نزلت ايضا. محمد محمود عدى يلعب ليوسف عفيفي. عفيفي 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 طولها على نفسه، حب يعديها يوسف عفيفي ولكن يطلع ابراهيم ويمسك كورته. تقدم لازال لوادي دجله على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. يضغط مره ثانيه لاعب النادي الاهلي. طويله اتلعبت في العمق، تحرك لكن يرجع يا ولد. حضن على كورته سيف ايمن، ياخد منها النادي الاهلي ركله المرمى. ادي اللاعب بهاء رقم 21 البديل اللي نزل، الورقه البديله في فريق وادي دجله بهاء محمد. مره ثانيه محمد رأفت صاحب هدف النادي الاهلي في هذا اللقاء، هدفين في رصيده في البطوله اللاعب محمد رأفت، 3 اهداف للاعب يوسف عفيفي. يبدا مره ثانيه سيف ايمن. سيف يلعب سيف لخارج الملعب، رمي التماس لوادي دجله. يوسف عفيفي اتحرك على اطراف الملعب والعمق. يوسف عفيفي رمي التماس، يلعب اللاعب يحيى هشام. يحيى دور على حد يسند عليه، لعب لكباكا. يضغط لاعب النادي الاهلي كباكا مره ثانيه، لم كباكا يشيلها. كباكا جميله عند بهاء. بهاء خارج الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. تعليمات والتوجيهات من الاجهزه الفنيه. احمد سمير ومواجهه مع الكابتن بركات علام. رامي التماس يلعب محمد رأفت قميص 32. رامي التماس للنادي الاهلي. واقع لاعب فريق وادي دجله اللاعب احمد خالد كباكا صاحب الهدف الاول لفريق وادي دجله في اللقاء. هدف من اجمل الاهداف للاعب كباكا. زي ما قلنا مباراة في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية الودية اللي بتقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. شوف رمي التماس للنادي الأهلي. يعني عايز أوضح برضو لحضراتكم نظام البطولة. النادي الأهلي ووادي دجلة بيلعبوا على الكأس الفضية إن شاء الله. يعني الفائز هيلعب مباراه نصف النهائي ثم المباراه النهائيه، بينما الكاس الذهبيه كان اول لقاء فيها كان ما بين برشلونه وريال مدريد وانتهى بفوز الميرينجي ب5 أهداف مقابل 4 بركلات الترجيح. يبدا مره ثانيه في الجانب الايسر، عايز يعدي بهاء الضغط عليه، لما عدى وضم القلب الملعب بهاء القصير المكير الضغط عليه بكل قوه من معتز. المره الثانيه عايز يعدي اللاعب محمد محمود، يقفل تمريره في اتجاه يوسف عفيفي، يوسف عداها ليحيى، يحيى وقف على كورته. مره ثانيه بيدور على حد يسند عليه، عايز يعدي يحيى، اتلعبت عند عفيفي يضغط مره ثانيه، تشتيت من فريق وادي دجله، يضغط لاعب النادي الاهلي، اتلعبت عند عفيفي عايز يسند واحده، مره ثانيه مارادونا يبدا لمحمد محمود، عدى يا ولد محمد محمود، يلعبها عرضيه، عدى طبه، مش ممكن، غريبه وعجيبه، وتدخل مع حارس المرمى من اللاعب يحيى، وقع ابراهيم، نتمنى له كل السلامه ورايح له حكم اللقاء. لعبها محمد محمود الورقه اللي القى بيها الكابتن احمد سمير، ادي اللاعب محمد محمود وادي يحيى، تدخل مع اللاعب ابراهيم حارس المرمى، لاعب محمد محمود، ونازل الجهاز الطبي لفريق وادي دجله. بالمناسبه متواجد مع فريق وادي دجله كمدير للفريق هو الكابتن وائل رياض شيتوس، واحد من نجوم النادي الاهلي، وكان احد افراد موقعة رادس 2006 وانتزاع النادي الاهلي للكاس الغاليه قلب ملعب رادس بهدف الاسطوره والنجم طيب الذكر محمد ابو تريكه في الدقيقه 92. كان وائل رياض واحد من اللعيبه اللي شاركت في لقاء الاهلي والصفاقس التونسي. يرجع مره ثانيه ويبدا النادي الاهلي، عفيفي عدى عفيفي لكن اتقطعت، يضغط مره ثانيه رأفت، فتح الله يلعب تمريره، فتح الله يرجع مره ثانيه سيف ايمن، مارادونا، سحب الكابتن احمد سمير اللاعب معتز، بدا يلعب باللاعب مارادونا، يضغط مره ثانيه مارادونا وخارج الملعب، ورميت ركله ركنيه لفريق وادي دجله. يلعب علي الدين، عدى واحد والتاني، يا ولد على التصويبه يا ولد، واصطدمت بعارضه الحارس محمد مختار. مره ثانيه لم وعدى يحيى هشام، يا ولد عدت، والمرتده السريعه للنادي الاهلي محمد محمود، سرعه نقل الهجمه مطلوبه من لاعب النادي الاهلي يوسف عفيفي حط كورته، يوسف يطلع ابراهيم، وتدخل ما بين يوسف عفيفي وابراهيم وخارج الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي، وقع الحارس ابراهيم. الكره المشتركه الاخيره مع اللاعب يوسف عفيفي، هيقوم ابراهيم ما فيهوش اي حاجه، ورمي التماس للنادي الاهلي يوسف عفيفي، معاه حكم اللقاء، ادي التدخل بسيطه على ابراهيم ما فيهاش اي حاجه، هيقوم ما فيهوش اي حاجه، وادي يوسف لكن طلع ابراهيم وقفل عليه، هيقوم حارس مرمى فريق وادي دجله، وادي اللاعب بهاء، وادي تصويب بهاء، عدى من واحد ومن الثاني بهاء وصوب وسدد، ولكن اصطدمت بالعارضه، وادي قلت لحضراتكم جانب من الحضور اولياء امور اللاعبين متواجدين في البطوله سواء من النادي الاهلي او فريق وادي دجله. سيف ايمن، يرجع سيف ويلعب والله معتز لسه موجود، مارادونا عايز يعدي، مارادونا ياخد منها، رامي التماس النادي الاهلي، محمد رأفت يلعب عند محمد محمود اللي نزل بديلا للاعب طارق فوزي، استلم مارادونا، يرجع ويسلم لمعتز، مارادونا مره ثانيه، مارادونا يلعب لرأفت، محمد محمود قصير المكير في النادي الاهلي، محمد محمود عايز يعدي لكن خارج الملعب، رميه التماس لفريق وادي دجله، اتلعبت رميه التماس، ضغط من لاعب النادي الاهلي، استخلاص يوسف عفيفي، عفيفي يصوب ويسدد لكن في ايد الحارس، عدت مره ثانيه عند لاعب بهاء لخارج الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. عفيفي يلمس مره ثانيه، يضغط عفيفي وركله حره ليحيى هشام. قد لقاء جيد والله لاعب يحيى هشام من فريق وادي دجله. يحيى يلعب، يحيى يضغط مره ثانيه، سيف ايمن عدت للاعب بهاء. بهاء واحد من اللعيبه اللي عندهم المهاره، اللاعب بهاء باين من لمسته والجواب بيبان من عنوانه، لمسه عند اللاعب بهاء. وادي اللاعب رقم 7 محمد تامر ميمو، يبقى ورقه بديله اخرى لفريق وادي دجله. سيف ايمن بعرض الملعب مع مارادونا، مارادونا التمريره، يقطع مره ثانيه، التشتيت من كباكا. محمد سيد مختار، يبدا مختار، معتز يبدا مره ثانيه لمارادونا، بعرض الملعب لمحمد رأفت، يلا يا رأفت، يعلقها رأفت لكن بعيده على عفيفي، يرجع مره ثانيه، اتعلقت في اتجاه عفيفي لكن يرد اللاعب عمر. عامل دفاع منظم فريق وادي دجله. يضغط مره ثانيه عفيفي، سيف ايمن، مارادونا، اظبط يا مارادونا، النهارده مسباس كتير من مارادونا، ادي مارادونا مره ثانيه، يلعب لمحمد محمود، محمد محمود عايز يعدي، عدى محمد محمود، ركله حره للنادي الاهلي، ركله حره على اللاعب احمد زكي، واعتقد معاه انذار، بالفعل انذار للاعب احمد محمد زكي. ادي اللاعب القصير المكير في النادي الاهلي محمد محمود، نفس ستايل لاعب وليد سليمان، اللاعب محمد محمود يعني نفس الشكل نفس الستايل، اللاعب محمد محمود. ركله حره للنادي الاهلي، فقد على الكوره هيكون يوسف عفيفي، وتبديل لفريق وادي دجله، نزل اللاعب محمد تامر ميمو، والركله الحره للنادي الاهلي اتلعبت على القائم الاول لكن يشتت مره ثانيه لاعب وادي دجله. سيف ايمن يصوب سيف لكن سهله في ايد حارس المرمى ابراهيم محمد. ابراهيم يلعب، يضغط مره ثانيه، رأفت، سيف، يلم اللاعب ميمو، محمد تامر ميمو يعدي لكن مضغوط عليه من مارادونا، لسه في الملعب، المرتده السريعه للنادي الاهلي، يلا يا يحيى، اذا طلع محمد محمود، مضغوط عليه من عمر لخارج الملعب، رميه التماس للنادي الاهلي محمد محمود. حاول النادي الاهلي ادراك هدف التعادل، 2 وادي دجله 1 النادي الاهلي. وقع اللاعب عمر بخبره كده من عمر، بيهدي الملعب اللاعب عمر احمد لاعب فريق وادي دجله، ومعاه حكم اللقاء لكن هيقوم عمر ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه، يبقى كرامب خفيف. ادي محمد محمود وتدخل من عمر عليه، ودي تصويبه سيف ايمن. بعض الالعاب المعاده في اللقاء، تصدي من الحارس ابراهيم، اتلعبت واتعلقت فين، عدت مرت من اللاعب يحيى خارج الملعب، والله كان يوسف عفيفي خارج الملعب، ركله المرمى، هيلعب عمر، ركله مرمى لفريق وادي دجله متقدم على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. لعبه الطويله الطوليه الاماميه نص الملعب مره ثانيه، رأفت فتح الله، عامل محطه هجوميه قويه، وادي اللاعب بهاء، بهاء عايز يعدي، اتضغط عليه يوسف عفيفي، عفيفي يلعب، عفيفي بعيد، اللاعب يحيى محتاج يقرب شويه، زي ما حضراتكم سامعين وشايفين الكابتن احمد سمير. اتلعبت عند يحيى، يلعبها عرضيه، لكن مين مكمل؟ يحيى المفروض يكون هو اللي موجود جوه الصندوق. اتلعبت مره ثانيه وتشتيت من اللاعب عمر خارج الملعب، رميه التماس. اعتقد من الممكن احمد سمير يفكر في مهاجم ثاني، هو اللاعب محمد ابو العمايم. اعتقد ممكن الكابتن احمد سمير يفكر انه يدفع بابو العمايم. رأفت مقطوعه، بهاء بهاء وسيف ايمن. سيف وبهاء، يا ولد يا بهاء، عدى يا ولد على المهره من اللاعب بهاء، قال له ما فيهاش اي حاجه، وركله حره لصالح النادي الاهلي. وادي اللاعب فتح الله قال له سيب الكوره. حكم اللقاء اعتقد هيديله تحذير. ادي اللاعب بهاء واحد من اللعيبه الموهوبه في فريق وادي دجله، يعني وادي دجله اصبح من القطاعات الناشئين، عمل طفره في الفتره الاخيره في مختلف فرق قطاع الناشئين. يلعب معتز، مره ثانيه يبدا سيف ايمن. طاقة خرج اللاعب محمد رأفت ونزل يوسف جمال، يضغط مرة ثانية ويعدي. عدى اللاعب علي الدين، والله ده محمد تامر ميمو لكن مضغوط عليه. يلم مرة ثانية يوسف جمال يلعبها طويلة، جمال يضغط مارادونا، مقطوعه. هجمه لو اتنقلت بسرعه من النادي الاهلي. وادي ابو العمايم، ادي اللاعب محمد ابو العمايم اللي نزل هو كمان في تبديل للنادي الاهلي. وادي اللاعب بهاء، فين الجديه والصرامه ايضا على وجه اللاعب بهاء اللي قلت لحضراتكم هو واحد من اللعيبه الموهوبه في فريق وادي دجله. كره مشتركه مع اللاعب محمد ابو العمايم خارج الملعب، ركله المرمى. هيلعب محمد سيد مختار، 2 وادي دجله 1 النادي الاهلي. اتلعبت لسيف ايمن، يلا يا سيف. سيف ايمن هيعمل تبديل ثلاثي فريق وادي دجله. ادي سيف يمشي بالكوره كتير، لاعب النادي الاهلي في نص الملعب. ضغط مره ثانيه، ادي فريق وادي دجله بينقل بشكل منظم والله في الجانب الايمن. اتلعبت عند فتح الله بكعب القدم، مقطوعه مره ثانيه. اتلعبت للاعب بهاء الضغط على بهاء من ابو العمايم. يلا ابو العمايم عايز يعدي، فكر تلعب مع اللاعب يحيى او يوسف عفيفي، لكن اختار الحل الفردي اللاعب ابو العمايم. مره ثانيه ميمو، يحيى يضغط مره ثانيه ويعلق طويله الطوله الاماميه، يشتت معتز لسه في الملعب وطويله لخارج الملعب. رامي التماس للنادي الاهلي للاعب كباكا، واحد من افضل اللاعبين في فريق وادي دجله في هذا اللقاء. هنشوف تبديلات لفريق وادي دجله، هنشوف اللاعب حمزه وادي يوسف جمال. سيف ايمن يلعب سيف، لكن مقطوعه. معتز لمارادونا، تمريره مع اللاعب يوسف جمال، لم وعدى يوسف عفيفي ياخد منها. رامي التماس للنادي الاهلي، يبدا ويلعب مره ثانيه مع مارادونا، يعلق مارادونا في المربع العمليات. خلاص 2 رؤوس حربه للنادي الاهلي، اللاعب ابو العمايم واللاعب يحيى. خرج الكابتن احمد سمير اللاعب محمد محمود، وادي تصويبه بدون عنوان خارج الملعب، ركلة المرمى لفريق وادي دجلة. هيلعب إبراهيم، ادي التصويبة من لاعب يوسف جمال لخارج الملعب. اللاعب يحيى بيقول لحكم اللقاء لمست ايده، هيخرج فتح الله صاحب الهدف الثاني في هذا اللقاء اللاعب فتح الله، وهينزل اللاعب كريم وليد رقم 3. لاعب الطويلة سيف أيمن، لم سيف يلعب تمريرة، لمسة من أبو العمايم. يوسف جمال يلعبها عند يحيى طويلة على يحيى، عدت مرة فاتت خارج الملعب. ركلة المرمى، استعجال من لاعب النادي الأهلي مع عدم تركيز. ركلة مرمى الفريق وادي دجلة. هيلعب كباكا، كباكا يلعبها طويلة خارج الملعب. رمية التماس للنادي الأهلي، هيلعب يوسف جمال، استعجل الكوره لاعب النادي الاهلي. يعني زي ما قلت لحضراتكم الهجمتين اللي راح بيهم فريق وادي دجله على مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول قدر يحرز منهم هدفين، وباستثناء كره اللاعب بهاء اللي اصطدمت بالعارضه مفيش اي خطوره لفريق وادي دجله على مرمى النادي الاهلي، على عكس الشوط الاول النادي الاهلي قدر يحرز هدف وكورتين في القائم والعارضه للاعب يوسف عفيفي. مره ثانيه عدى بهاء قلت لحضراتكم واحد من اميز اللاعبين، يلعبها ويصوب وسهله في ايد محمد سيد مختار، هيبدا سريع مختار يلعبها طويله سهله لخارج الملعب، ركله المرمى محتاج ابدا وابني منتصف الملعب. ادي اللاعب بهاء التصويبه الاخيره في ايد الحارس محمد سيد مختار، وركله المرمى لفريق وادي دجله. ياخد وقت طويل لعيب وادي دجله في تنفيذ. ادي كباكا ركله المرمى، رد مره ثانيه يوسف جمال عند اللاعب كريم وليد، يضغط مره ثانيه سيف ايمن، سيف يلا يا سيف، سرعه نقل الهجمه مطلوبه من لاعب النادي الاهلي، اتلعبت يحيى هشام عدى يحيى اتضغط عليه، حكم قال له قوم، ما فيهاش اي حاجه. يبدا مره ثانيه معتز لمارادونا، مارادونا المحاوره والمناوره من مارادونا، سيف ايمن، سيف ضغط من لاعبي فريق وادي دجله على النادي الاهلي، بيفقد النادي الاهلي عمليه صناعه وبناء الهجمه. اتلعبت ولكن التشتيت من اللاعب عمر، تشتيت من عمر، ومعاها صافره نهايه احداث الشوط الثاني واللقاء بفوز فريق وادي دجله على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. مبروك لفريق وادي دجله، هارد لك لفريق النادي الاهلي. كان تقدم النادي الاهلي